السلام عليكم البنات، كنتمنى تكونوا بخير. اليوم جيت نقدم لكم طريقة نتاع تحضير برجر اللي كيجي رائع، لا في الشكل ولا في المذاق. غادي نعطيكم المقادير ديالها. هي الخبز نتاع البرجر اللي كنحتاجو فيه 500 غرام نتاع الدقيق، جوج كيسان نتاع الحليب دافي، يمكن نحتاجو جوج يمكن اقل، دائما الحليب كيبقى حسب النوعية نتاع الدقيق. عندي هنايا ملعقة كبيرة ونصف ملعقة نتاع الزبدة تكون بحرارة المطبخ، ملعقة كبيرة نتاع الخميرة الفورية، نصف ملعقة صغيرة نتاع الملحة، ملعقة كبيرة نتاع السكر سنيدة. أول حاجة غادي نبدأ بها هو غادي ناخذ السكر سنيدة، غادي ندير عليه الخميرة الفورية، وغادي ناخذ القليل من الحليب الدافي، باش تفاعل الخميرة مع السكر، وغادي نخلطهم وغادي نخليهم تتفاعلوا. فعلى بركة الله غادي نبداو. غادي ندير الدقيق، غادي ندير دابا الملحة، غادي نصب السكر مع الخميرة اللي تفاعلت لينا، ودابا غادي نبقاو كنضيفو في الحليب تدريجيا. ودابا بعد ما خلطته كما كتلاحظوا درت فقط كأس ونصف نتاع الحليب، ماشي جوج الكيسان. دائما كنقول لكم دائما الحليب كيبقى حسب الدقيق واش كيتشرب ولا لا، بقاو كديروا تدريجيا حتى غادي تشوفوا شحال غادي يحتاج الدقيق. دابا غادي نضيف الزبدة، غادي نخلطها دابا. فبعد ما كملت العجين ديالو، راه القوام ديالو خاصو يكون شويه رطب ماشي قاسح، غادي نغطيه بالمنديل وغادي نخليوه يختمر. راه الاختمار دائما كنقول لكم حسب الجو وحسب حراره المطبخ، خصوصا دابا الجو بارد ضروري غادي نغطيوه مزيان وغادي نخليوه يختمر. فمن بعد ما ضعف الحجم ديالو غادي نحيدوه من الاناء، وغادي نخرجوا منه الهواء، وغادي نقطعوه كويرات. اما الحجم نتاع الهامبرغر حسب الرغبه ديالكم، بغيتو هامبرغر يكون كبير ديروا الحجم كبير، بغيتو يكون صغير صغروه، دائما كيبقى الاختيار ليكم. ها هو دابا غادي نشكلوه، انا بغيتو يكون الحجم صغير. غادي نديرو بهذه الطريقه، غادي نقص عاد منه حيت غادي يضاعف دابا الحجم ديالو، غادي نخليه يختمر المره الثانيه، وملي كندخلوه الفران كيضاعف الحجم ديالو كل مره الا بغيتوه ديروه صغير باش يجي لكم الحجم متوسط، اما الا بغيتو يكون كبير ولا ما تنقصوا منه بزاف. وغادي نبقاو مستمرين حتى غادي نسالو كاع العجين اللي عندنا هنايا. من بعد حطيتو في المول اللي غادي يدخل الفران، فرشتو بالورق نتاع الفران،
دابا غادي نغطيو عليه، نخليوه يختمر 15 دقيقة. فبعد ما مضاعف الحجم ديالو من بعد ما ارتاح 15 دقيقة، غادي ناخدو أصفر نتاع البيض، غادي ندهنو الوجه ديالو، ودابا غادي نزينوه بطبيعة الحال بجنجلان. وغادي ندخلوه الفران على النار 200 درجة من التحت ومن الفوق. اما المقادير نتاع البرجر كنحتاجو هنايا، عندي هنايا صدر نتاع الدجاج اللي طحنته، راح الكمية كتبقى دائما حسب الافراد. عندي هنايا البصلة اللي طحنتها او لا تحكوها. عندي هنايا ملعقة صغيرة نتاع التحميرة، ملعقة صغيرة نتاع الكمون، وملعقة صغيرة نتاع الابزار. عندي هنايا الملحه دائما كتبقى حسب الذوق اللي بغيتو. عندي هنايا ملعقه صغيره نتاع الثومه بودره. عندي هنايا ملعقه صغيره نتاع الزنجبيل او السكنجبير. عندي هنايا جوج معالق كبارين نتاع الخبز المحمص. فعلى بركه الله عندي هنايا صدر نتاع الدجاج، غادي ندير بصله وغادي ندير جميع العطريه والخبز المحمص، وغادي نخلطو مكونات. غادي نخلط غير بيدية، باش غادي نحس راه المكونات انسجموا مع بعض. من بعد غادي ناخدو الخبز المحمص، وغادي ناخدو اي غطاء نتاع القرع اللي عندكم نتاع النوتيلا او اي حاجه، غادي نديرو فيها الورق نتاع المطبخ. دابا غادي نشكلوه كويرات، وغادي نحطوهم في الخبز المحمص. من بعد غادي نديروهم هنايا، باش غادي فقط نشكلو من هاد الدوائر باش يجي لينا كلشي مقاد بهاد الطريقة. ها هو كيفاش كيجي، وغادي نبقاو مستمرين بنفس الطريقه حتى غادي نساليو كاع الصدر تاع الدجاج اللي عندنا هنايا. من بعد غادي ناخذ واحد المقلاه اللي درت فيها الزيت اللي سخنتها، غادي ناخذ البرجر ديالنا تاع الدجاج. النار ما خصهاش تكون سخونه، راكم عارفين الدجاج دغيا كيطيب، الا كانت سخونه راه هي غادي تحرق من الداخل غادي يبقى هكاك. فبعد ما خرجت الخبز نتاع البرجر من الفران، ها كيفاش كيجي، راه كيجي رطب. غادي نحلها معاكم باش غادي تشوفوا كيفاش كيكون. بسم الله. ها هو فهو باقي سخون عاد. دابا غادي ندير معكم
عندي هنايا بحال هذه الطريقه اللي كتبغيو. عندي هنايا المطيشه البصله، عندي هنايا الخيار المعلب، الفرماج المربع، هنايا الخس، وهاد الاعواد باش غادي نسد بيهم. وعندي هنايا هاد لاصوص بحال التعمارة نتاع البرجر اللي كتبغيو ديروه. وعندي هنايا طبيعة الحال البرجر. كندير في الاول انا الخس، وكندير المطيشه من تحت، كناخذ واحد البرجر هنايا، كندير هنايا البصله، وعندي هنايا الخيار المعلب. انا لاصوص كنخلي حتى الاخير، تقدروا ديروه في الاول، انا كيعجبني نخلي حتى الاخير بحال هذه الطريقه، بحال هاد لاصوص تاع خاص تاع البرجر. وغادي ندير الفورماج الفوق، الطريقة، وغادي ندير عليها الغطاء ديالو، غادي نسدها بالاعواد ها كيفاش كيجي البرجر المنزلي. وغادي نبقاو مستمرين حتى غادي نسالي كاع البرجر اللي عندنا هنايا. فبعد ما كملت التعمارة ديالهم، ها البرجر كيفاش كيجيو، راه كيجيو رائعين شكل وحده في المذاق. رافقتهم طبيعه الحال بالفريت، وهنايا عندي رافقتهم بالمايونيز والكيتشوب، اللي بغى يدير المايونيز مايونيز، اللي كيعجبو الكيتشوب الكيتشوب. ها هما غادي ندور الواحد يدير البرجر في الدار احسن من المحلات، حيت كيعرف شنو كاين فيه شنو دار فيه، ويفرح وليداتو علاش لا. ها هو. فإلى عجبتكم الوصفة ما تنسوش تضغطوا لي لايك، وتشتركوا في القناة اللي مازال ما مشتركش في القناة، وتخليوا لي أي تعليق وأي استفسار، ونخليكم في أمان الله في وصفة مقبلة إن شاء الله.